تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي استفسار بس بعد إذنك. نعم. الآن أنا جاي لعرض شغل من شركة تانية شغالة في مجالين، المجال الأول المطاعم والكافيهات، والمجال الثاني تنظيم اللي هي الحفلات والفعاليات اللي هي التابعة لوزارة الثقافة وهيئة الترفيه. تمام؟ أي. فهل المجال الثاني الخاص بتنظيم الحفلات الخاصة بهيئة الترفيه فيه حرمة أو شيء؟ والله ينبني على طبيعة اللي أنت شوف أنت الآن. أنا لا أستطيع لأني لا أعرف الآن أن التصوير وشو وش اللي أنا شغل. لا لا أنا شغلت أنت حسابات يا أنت شيخ. شوف يا أخي، أنت رجل مسلم تمام. تعرف الحلال والحرام. الحمد لله الحمد لله. عرفت ولا لا؟ وسيقال لك هذه الحفلة فيها كذا وكذا وتشرف. الحلال بين والحرام بين، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حياك الله.